السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. اتمنى الحلقه فاتت تكون واضحه. احنا النهارده بنستكمل حلقه جديده في السلسله وبنكمل الجزء بتاع الجوينز. المره اللي فاتت احنا شرحنا نوع من الجوينز اسمه الريديوس سايد جوين، وشرحنا قلنا ان الريديوس سايد جوين اليوز كيس بتاعته مينلي لو عندي تو بيج تيبلز، مش بيج تيبل ولوك اب. طيب لو انا عندي يعني بيج تيبل ولوك اب، ايه الحل؟ والله في حل كده جميل جدا، ان انا لو انا عندي الداتا دي صغيره، طب ما انا ممكن وانا في المابر بدل ما اجوين، يعني بدل ما ماب الداتا دي ودي لريديوسر وبعد كده ريديوسر يرجع يجوين، طب ما ممكن ماب في ريديوس الماب جوين دايركت في الماب سايد، ومش محتاجه لوب اوفر الداتا وماب الداتا. الموضوع ممكن يبقى اسرع بكتير، بس ازاي ده ممكن يتحقق؟ تعالوا نبص مع بعض. طيب رسمه المره دي مختلفه شويه، تعالوا نجوين شويه، نزوم شويه، ممكن نخليها كده كبيرة قوي ولا مش كبيرة قوي؟ خليها هنا وقت احسن، اعتقد كده احسن شوية. اوكي تكست فوق مش مهم. طيب انا هنا عندي كاستمر ديتيلز وعندي سيل لوك اب زي مثال المرة اللي فاتت، وعندي الداتا موجودة بارتس، بارت 1 بارت 2، هبصيهم للمابر ماشي، واللوك اب نفس اللوك اب هيبصل كل ماب. اوكي كل ماب هتحط اللوك اب ده في الميموري بتاعها وبعد كده هتجوين اون ذا فلاي. اوكي في ناس بتسمي النوع ده من جوين بروكاستد جوين او ريبليكيتد جوين، وانما نشتغل في سبارك هنلاقي ان الجزء ده من جوينز هو جزء مهم جدا. يعني احيانا لو عندي لوك اب كتير ببروكاست اللوك اب على كل النودز عشان يحصل جوين اون ذا ماب سايد فيبدا بسرعه. طبعا ناس كتير ممكن تستخدم سبارك بتستخدم بروكاست مش فاهمه فعليا هو ايه اللي بيحصل لها، هنشوف مع بعض ده ازاي ده ممكن يحصل. طبعا هنحط امبلمنتيشن سيمبل بس اكيد الداتا سيريلايز اوبتمايز بشكل افضل من احنا بنعمله، بس احنا بنشوف مع بعض اكزامبل. فبالتالي اللوك اب ده بيتحط جزء منه هنا وجزء منه هنا، وبعدين لما اوزع الداتا هنا اهوت الماب بيبقى ممكن البارت محطوط هنا والبارت محطوط هنا. خد بالك ان فول كابي اوف ذيس موجوده هنا، فول كابي اوف ذيس موجوده هنا. طيب ايه المشكله اللي ممكن تواجهك؟ المشكله ممكن تواجهك، تخيل انك انت بتجوين انت عندك ليميتيشن في الميموري ماشي، انت عندك اكسكيوترز او مابرز فليهم ليميتد ميموري 1 جيجا 2 جيجا بايت، فلو اللوك اب ده كبير انت اوت اوف ميموري وش يعني هيحصل قصادك، هتشوف الاوت اوف ميموري جوب هتقعد تكسكيوتر بيهنج والكلام ده. طيب فالحل ايه في المشكله دي؟ انك انت خد بالك انت بتجوين ايه. في ناس تقول لك لا انا معايا ماشينز كويسه وانا عايز انجز الجوب فهزود الاكسكيوتر ميموري والكاشنج واعتمد على الكاشنج ده عشان ابقى سريع. ده حل فعلا، واحيانا في ناس تعمل كده وشركات كبيره شركات صغيره تاخد بالها من الكلام ده، بس تبقى فاهم ان انت بتعمل ماب سايد جوين او ماب اونلي جوين او ريبليكيتد جوين، فول كابي من الداتا بيبقى موجود في الميموري واحنا بنملاه وبعدين ما بنحتاجش ريديوس، احنا على طول بنطلع الداتا جويند على البارتس بارت 1 بارت 2. بس انا هنا دي غلطه، دي المفروض تبقى بارت 1. اوكي طيب تعالوا نشوف الكود. كود فيري سمبل ستريت فورورد. طيب زي ما سلفات بنباصي ال ترانزاكشن اللوك اب الاوتبوت، مفيش اختلاف، بصينا الباث، بصينا هنا انا بدل ما بصي الباث للفايل مانيوال انا حطيته اوتوماتيك وبصي للداتا، فانا عندي اللوك اب هو نمبر 1 اللي هو تاني element في الارجيومنتس. اوكي كل حاجه زي ما هي، ما عندناش خد بالك ريديوسر، انا بس عملت انا عملت المابر هنا وقلت له ريديوسر تاسك بسيو، مش محتاجين اي ريديوسر. تعالى نفتح المابر بقى، مابر جميل قوي. طيب ايه اللي احنا محتاجينه في المابر؟ اللي احنا محتاجينه في المابر احنا هنا اول حاجه قبل ما نخش على المابر هنا في فانكشن اسمها سيت اب. فانكشن دي هي الانتري بوينت للفايل بتاعي. انا عدلت الداتا بشكل بسيط جدا، عملت ان كي في الفايل هيبقى مثلا اول element وبايب بقيت حاجات كوما سيبريتد. اوكي بس الفايل تاني زي ما هو. اوكي طيب تعال نشوف اللي هيحصل هنا ايه. انا هسبليت الفايل على بايب، هيبقى عندي السيل وبقيه الحاجات هي السيل انفو واحطها في هاش ماب. فين الهاش ماب؟ ثانيه واحده، ده اللوك اب هي دي الهاش ماب. اوكي فهاش ماب جواها ال elements الموجود اللي هي بتاعت السيلز. اوكي هنقعد نبوت نبوت بوت بعد كده بعد ما عملنا ملينا السيلز. ممكن نروح تاني، ممكن نعمل كده، تعالوا نعمل كده
وتعالوا نعمل replicated driver replicated join. تعالوا نعمل debug. اتمنى ما يضربش في وشنا. عايز يقول يحصل ايه. اوكي لو احنا دلوقتي احنا هنا اللوكيشن بتاع الداتا ده اللوكيشن عندي على الدرايف. بعد كده هنا البافر ريدر كده هنا اخد اول element اللي هو اللاينز هي سبليت اللاين. بعد كده اخد السيل اي دي وادي السيل انفو اللي هي بقيه السيل هيحطها بعد كده في اللوك اب. لو بصيت على اللوك اب ده دلوقتي الهاش ماب هتلاقي جواها كي وفاليو ستريت فورورد. اوكي الهاش ماب دي دلوقتي مكانها هيبقى فين؟ مكانها بالظبط هيبقى في الميموري. تمام طيب بعد كده نيجي الخطوه الثانيه هي الاوفرايد ماب. احنا ما عملناش قبل كده السيت اب. السيت اب دي هي اول انتري بوينت للجوب بتاعتنا. تمام احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل زي نفس اللوجيك اللي عملناه المره اللي فاتت بس طريقه اسهل شويه. انا عندي ده دلوقتي كيو فاليو اوكي في الهاش ماب. فانا كل اللي هعمله ان انا ثانيه واحده. اوكي طيب ثانيه واحده كمان. اوكي طيب احنا دلوقتي عندنا ايه؟ احنا عندنا الانبوت داتا اللي هي هنا اهوت اليوزر ديتيلز كوما سيبريت سوري دي السيل ديتيلز هي اليوزر ديتيلز كوما سيبريتد. اوكي طيب الداتا اللي هي كوما سيبريتد دي احنا كل اللي هنعمله ايه؟ احنا هيجي لنا element element سيل وبقيه الداتا وبعدين بعد ما هيجي لنا الاثنين مع بعض احنا هنلوب عليهم element by element. في اول مره هنباصي احنا بس اول مره مش هيبقى عندنا احنا اول مره كل اللي هنعمله ان احنا هنتشيك هنلوب على الداتا عشان نسبلت الداتا ما بين احنا عملنا هنا بقى عندنا السيل اي دي وعندنا هنا جبنا السيل انفو. السيل انفو جبناها ازاي؟ ان احنا عملنا اللوك اب سيل لوك اب دوت جيت السيل اي دي. السيل اي دي هو اول element في اليوزر ديتيلز. اوكي تمام بعد كده قلنا هنبني بقى السترنج فاليو. السترنج فاليو هو ايه؟ ان احنا هناخد السيل اي دي بعد كده كوما سيبريتد اللي هو الكوما والفاليوز هتبقى هي بقيه اللاين. طيب احنا ده كله لسه ما عملناش جوين. احنا لسه هنتشيك بقى هل الجوين داتا هل السيل انفو موجوده ولا لا. لو السيل انفو مش بنال يعني احنا ما عملنا هنا لوك اب دوت جيت السيل لو السيل انفو دي مش بنال هنروح عاملين ابند ونحط ده إلس هنحط اللي هي الضمي الايمج سترينج. طيب فلو انا ده المفروض ان الاوتبوت يطلع مظبوط في داتا مظبوط طلع مظبوط. طيب ايه المشكله اللي بتحصل هنا؟ المشكله انك انت عندك في الاخر ليميتيشن على الهاش ماب. هنا الهاش ماب دي في الاخر هتحطه في الميموري. لو الداتا كبيره انت عندك مثلا افترض مش بجوين ترانزاكشن مع لوك اب ترانزاكشن مع ترانزاكشن ايه اللي هيحصل؟ هتحطه في ميموري وش يعني الموضوع سهل. طيب انا في الـ في الـ في الجزء ده انا عايزكم تقروا حاجتين. اول حاجه عايزكم تقروا الكتاب ده. الكتاب ده او مش هتقول الكتاب كله عايز تقول بس جزء واحد من الكتاب اللي هو ال الماب ريديوس بوك تقروا الشابتر 3 منه. انا تقريبا حاطط لكم الكلام ده في الريد مي. لو بصينا هنا على ريد مي انا عايزكم تقروا شابتر 3.5 من الكتاب. الشابتر ده بيتكلم على الماب سايد جوين و في الكتاب برضه هنلاقيه ان هو بيتكلم في الشابتر اللي فات على ريديوس سايد جوين. الكتاب ده قديم 2010 وهو بس عايزكم تقروه بس بحيث ان احنا يبقى شفنا بشكل نظري سنه هو كان ده بيتطبق ازاي. احنا المره اللي فاتت كان عندنا هوم ورك ان احنا احنا بنجوين على السيل بس. طب تخيل انا عايز جوين على السيل واللاك. انا عايز امبلمنت نفس الكلام ده تجوين برضه على السيل واللاك بس مش ريديوس سايد جوين ماب سايد جوين. دلوقتي حاجه تانية عايزك تجرب املا اللوك اب بداتا اكتر شوف كده هل اوتبوت هيطلع هل هتشتغل ولا هتضرب ولا. طبعا لو عندك جهاز كبير ممكن ما تضربش بس يعني جرب حط كتير يعني املك كده 4 جيجا كده وشوف يعني حاول سيميليت بيج داتا وشوف الاوت اوف ميموري بيضرب معاك. انا عايزك تشوف الكيس دي. بس ده كده الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه على الماب سايد جوين. فاحنا كده شرحنا الماب سايد جوين والريديوس سايد جوين. اشوفكم بخير المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.